حماصه بقول لك مبروك، واحنا على الهواء مباشره على شاشه الاهلي بعد التتويج والفوز بالسوبر، وانت احد اللاعبين اللي تم الاستعانه بهم في هذه البطوله الافريقيه. طبعا ده شرف ليا طبعا ان النادي الاهلي يثق فيا ويديني المسؤوليه الكبيره دي. الحمد لله انا مبسوط جدا ان دي تاني بطوله على التوالي تضاف لتاريخ النادي الاهلي. كان نفسنا نحقق السوبر، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور ونفرح مجلس اداره، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. شفت البطوله الافريقيه ازاي يا حماسه، خاصه انتوا خارجين من السوبر وكانت في ظروف معينه حصلت والمباراه او البطوله كانت في اليوم التالي بعد مباراه الزمالك؟ بص اكيد اكيد الظروف كانت صعبه جدا ان احنا نتحرك ونخرج من الظروف اللي احنا دخلنا فيها في ماتش السوبر. نفسيا طبعا بياخد وقت كتير، بس الحمد لله قدرنا نتغلب على الظروف دي والحمد لله قدرنا نكسب البطوله. مفيش بطوله افريقيا سهله، مفيش حاجه سهله. عندك فرقه كبيره زي سبورتنج خرج من دور الثمانيه، الحمد لله قدرنا نكسب كل الفرق بسكور كويس، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي. مشهد الجمهور النهارده شفته ازاي؟ لا حاجه عظيمه طبعا، حاجه عظيمه وحاجه تدي دافع لاي لعيب ان هو يطلع اللي عنده، والحمد لله ان احنا فرحناهم. وانت معايا كابتن عاصم حماد برحب بيك، بس عايز اعرف الاول حماسه في هذه البطوله تعليقك عليه بعد الفوز بالكاس واللعيبه بشكل عام. هو حماسه الحقيقه مع ان انا فخور بيه طبعا، هو من نادي سموحه ولاعب جايبينه احنا مسمينه نادي سموحه، انما يعتبر لاعب في الفريق خلاص يعني هو اساسي، بس ما اقدرش على نادي سموحه طبعا، فبالتالي لازم يرجع للنادي يعني، انما هو لعيب اصلا مرحب بيه في كل وقت، فرقته هي تعتبر فرقته الثانيه بعد سموحه يعني، وهو لعيب اساسي عندي اصلا في فرقه الاهلي، انما طبعا فريق سموحه هو الاقدر بيه وهو ناديه وهو اللي متربي فيه، انما احنا فخورين بحماسه ويا رب دايما ان شاء الله يكون معانا في كل البطولات ان شاء الله. اخير يا حماسه قبل ما انتقل للكابتن عاصم. انا بشكر طبعا الكابتن عاصم على الثقه اللي هو بيديهاني في كل بطوله، ويا رب اكون قدرت ان انا اكون قد المسؤوليه اللي هو اداني دي، والحمد لله على المكسب والانجازات اللي هي بتحصل للنادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن.